نزوح النازحين من مخيمات النازحين للبحث عن مكان آمن. ربما هذا العنوان فيه الكثير من الغرابة، لكنه الوصف الدقيق للوضع الحالي لهذه الأسرة المهجرة قسرا. هذا النزوح أو الهجرة الجماعية لم يكن بفعل داعش ومسلحيها، وإنما بسبب غزارة الأمطار التي حولت هذا المكان لمستنقع مائي. صارت هاي المطرة هاي البارحة، ردينا انهزمنا للبيوت، العالم جتي أخذتنا من المخيمات. ابني وين خليته بهاي؟ ابني عمره 4 أشهر ختلته بهاي الجنطة واختنق، العالم أخذته من عندي وقمت أصيح فوقه، يعني وصل للموت بهاي الجنطة. هاي الله يرضاها عليهم، هي هاي الحكومة، وين هالحكومة؟ خليه يجي يشوفون، خليه يجي يشوفون هذا الوضع اللي ما حد يرضى به. من البارحة المطر تدق علينا مطر، وفضنا احنا وجهاننا والخيم مالتنا، والمي طبع الخيم علينا جوا، وردنا بس من عندهم ينزحوننا المي، ولا واحد لحد الان لهالساعة هاي ولا واحد جا وصلنا. من لم يجد مكانا يستوعبه خارج هذا المخيم اكتفى بتغيير موقع خيمته والعمل على تحويطها بساتر ترابي، عسى أن يحميه قساوة الشتاء ومياهه التي أنهت على ما يبدو ما تبقى له من أمل العودة. تشوفون أحوالنا هاي دحشنا، ناس طالعة وناس قاعدة تسوي بخيامها فوق الشارع، وهم يجون انطونا المساعدات وراحوا خلونا، ما يفكرون بالمخيم، قلنا لهم على كرفانات ماكو، جيبوا بلوك نسوي الخيام مالتنا احنا، وبس جيبوا سبيس احنا ندفن واحنا نشتغل خيامنا، ما كان الحكي فيه. ديوان الوقف السني اعلن حاله الطوارئ لمساعده العوائل في هذا المخيم الواقع بمنطقه الغزاليه عبر تهيئه اكثر من 50 عجله لنقلهم الى المساجد كحل مؤقت. نحن كديوان استنفار كامل، مدراء عامين، مدراء اقسام، جميع ما يملك الديوان حقيقة اليوم مستنفر استنفار كامل. اليوم احنا هينا حقيقة اكثر من 50 إلى 100 سيارة لنقل النازحين من المخيمات كحل اولي الى المساجد. هذا الحال هو عينة صغيرة لملايين النازحين في داخل العراق، فالظروف قد تكون مشابهة ان لم تكن اسوأ من ذلك. هم نزحوا الى هذا المكان قبل فترة من الان بسبب ما شهدته مناطقهم من تدهور امني، واليوم نزحوا منه بسبب إهمال المعنيين لهم. من وسط مخيم النازحين في منطقة الغزالية، منير الجبوري، المدى.